بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد الجزء 12 من شابتر 3 اللي هو سيبج ان سويل، وهنتكلم على الإكويفلنت بيربيليتي فور ليرد مين سويل، يعني لو عندي طبقات من التربة كده وعايز أعوضها بطبقة واحدة بنفس السمك كده، أعتبر الكي بتاعت الطبقة المعوضة ديت إزاي. الكلام ده بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على سريان المية بالنسبة للطبقات. يعني أنا زي ما أنت شايف أدي الطبقات بتاعتي هيت والمية ماشية كده، فدي بيسموها اللي هي الموازية للطبقات بالشكل كده، بيسموها كي إكويفلنت بس هوريزونتال، يعني أفقية. بس كلمة أفقية مش المقصود إن هي ماشية أفقية، معلش، هي المقصود بها إيه؟ إن هي موازية للطبقات. بمعنى لو أنا عندي طبقات، طبعا الكلام ده صعب قوي إن الطبقات تبقى عاملة كده والمية ماشية كده، هتقول لي ما هي كده فيرتيكال، لا هي كده برضك تعتبر مالها هوريزونتال. فانا لو عندي طبقتين، الطبقه الاولانيه سويل واحد ليها كي واحد، والطبقه الثانيه سويل اتنين ليها كي اتنين، فلو عندي كيو داخله كده للكل، فايه اللي هيحصل؟ هتروح لدي كيو واحد ودي كيو ايه؟ اتنين. طبعا هنا الضغط الكلي بتاعي اللي هو اتش. طيب لازم تعرف ان الاي اللي هي كيو يعني بتاعتك اللي هي بتساوي مين؟ كيو واحد زائد كيو مين؟ اتنين في الحاله ديت. يبقى الاريا كلها في K equivalent horizontal في الاي بتساوي مين؟ A1 في K1 في الاي 1 زائد A2 في K2 في اي 2. طب وبعدين؟ تعالى نقسم المعادلة كلها او نفك الاي. الاي عبارة عن الاتش على مين؟ على ال اتش كلها، لكن هنا في ضغط هنا اسمه H1 على L1، وهنا ضغط اسمه H2 على مين؟ على L2، وهنا A1 و A2 والK والK موجودة عندي. طيب وبعدين؟ عندي اتش واحد او الاتش على ال ديت بتساوي ايه؟ واحد في اتش واحد زائد اتش اتنين، دي المساحة. ما هو المساحة عبارة عن ايه؟ انت واخد في الاتجاه التاني دوت، خلي بالك، انت في الاتجاه الاخر دوت كأنك واخد مين؟ واحد متر. فالمساحة بتاعتك اللي ماشية فيها كيو عبارة عن مين؟ واحد في اتش واحد زائد اتش اتنين في كي اكوفلنت هوريزونتال في اتش على ال، واحد في اتش واحد اللي هو السمك بتاعها، السمك ديت، في كي واحد في اتش واحد على ال واحد، وهكذا. طيب ما هو انت دلوقتي عندك اتش واحد واتش اتنين، وعندك اتش واحد واتش اتنين، ممكن تقول ان الكي اكويفلنت هوريزونتال اللي هي ديت، هودي بقى الحاجات دي هناك، بتساوي مين؟ بتساوي كي واحد في مين؟ في اتش واحد، زائد كي اتنين في مين؟ في اتش اتنين، على اتش واحد زائد اتش مين؟ اتنين. يعني لو كانوا اكتر من طبقه ممكن اقول ان هي سميشن اتش في كي، اتش ديت مش الضغط، اتش دي اللي هي ايه، خلي بالك، اتش ديت، برافو عليك، هي الاتش واحد زائد اتش مين؟ اتنين، اللي هي مين؟ السمك كله، والكي بتاعت كل واحدة فيهم. يعني هتقول لي ايه؟ اتش سمك الأولانية في الكي بتاعتها، سمك التانية في الكي بتاعتها، على سميشن اتش يعني الأسماك ايه بتاعتها كلها، مع ملاحظة خلي بالك إن الاتش برضك الضغط بتاعك بيساوي مين؟ الضغط اللي موجود هنا زائد الضغط اللي موجود ايه هنا. طيب لو كان بقى السريان ماشي كده، يعني ماشي عمودي عليها، هقول له لا، ده كيو اللي ماشي هنا هي هي هنا هي هي هنا. فالـ A في الـ K equivalent vertical في الـ I بتساوي A1 بتساوي مش زائد. ففي الحالة ديت عملت إيه؟ الـ A طارت بقى، ما هو المساحة ثابتة. فالـ A طارت، فبقت K equivalent vertical في الـ I بتساوي K1 في الـ I1 زائد K2 في مين؟ في الـ I2. فبقت الـ K equivalent في الـ I بتساوي مين؟ K1 في I1 زائد K2 في مين؟ في I2. طيب I1 معروف إن هي بتساوي K equivalent vertical على ديت، منين؟ من المعادلة دي كده. ونفس الكلام اي 2 بتساوي كي اكويفلنت فيرتيكال في الاي اهي. تعال عوض بقى، والاتش ما هو الضغط بتاع ده بتاع التربه ديت غير الضغط ده، بس الضغط الكلي بيساوي اتش 1 زائد اتش 2. اتش بيساوي اتش 1 زائد اتش 2، يعني الاي في مين؟ اتش 1 زائد اتش مين؟ 2 بتساوي مين؟ اي 1 في اتش 1 زائد اي 2 في مين؟ في اتش 2. تعال عوض بقى في المعادله بتاعتي، يبقى في الحاله ديت تقدر تقول ان الاي في مين؟ في h1 زائد h2 بتساوي k equivalent vertical على k1 في ال i زائد h في h1 زائد مين؟ k equivalent vertical على k2 في i في h2. لو خدت انت k equivalent ايه تعامل مشترك ووديت هناك، هتلاقي ان ال k equivalent بتساوي ايه؟ vertical. h1 زائد h2 اللي هي سمك الاولاني زائد سمك الثاني على السمك على k لكل طبقه. طب لو كانوا اكتر من طبقه يبقى تقول summation h يعني سمك ده زائد سمك ده زائد سمك ده على سمك كل واحدة على الكي بتاعتها، قدرت تطلع الكي equivalent مين؟ vertical. شكراً.